بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 97 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أحمد يقول: أرجو من فضيلة الشيخ إلقاء الضوء على حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكيف يستفاد من هذا الحديث مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو تعريف الإسلام، وله أركان خمسة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقولها: الإسلام أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وله واجبات كثيرة ومستحبات من الأعمال والأقوال، كل واحدة منها فهي من الإسلام ومكملة للإسلام. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بجميع أحكامه، ولا يأخذ بعضه ويترك بعضه وهو يستطيع أو يقدر، خلوف السلم كافة. ومنها هذا الحديث على صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. في هذا الحديث أن المسلم يجب عليه أن يكف لسانه عن الناس، فلا يؤذيهم بلسانه بالسب والشتم أو بالغيبة والنميمة وقول الزور. وسلم المسلمون من يده، من تعديه عليهم بالقتل أو الضرب أو غير ذلك من أنواع الاعتداء الفعلي، هذا هو المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة في الأصل هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وهي مأخوذة من الهجر وهو الترك. قال تعالى: والرجز فاهجر، والرجز الأصنام وهجرها تركها. فالهجر في الأصل هو الترك، يراد به الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لأن هذا فيه معنى الترك أيضا، لأنه ترك بلاد الكفر. الهجرة ما تقتصر على الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وإنما تشمل ترك كل ما نهى الله عنه، وكل ما نهى الله عنه فتركه هجر وهجرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي انتقل مما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به، انتقل من المعاصي والذنوب والسيئات إلى ما أمر الله به من الطاعات والقربات. نعم. وصلنا هذا الفاكس من أم عبد الله تقول: رفع اليدين للدعاء في السفر وليس في دعاء السفر، كون الدعاء في السفر مستجاب، هل هو جائز؟ لا ترفع الأيدي إلا في الدعاء أو في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، وكذلك عند الرفع من الركوع ترفع الأيدي. في هذه المواطن ترفع الأيدي عند الدعاء، عند دعاء السفر، كما في الحديث في الرجل يمد يديه، الرجل أشعث أغبر، يعني من السفر، يمد يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. دل على أنه يرفع يديه عند الدعاء، وهذا أقرب للإجابة. رفع يديه في هذا إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا السائل يقول: أنا محمد، تعود لساني الشيخ على الحلف بطلاق، فكلما كلمني واحد أو فعل شيء قلت علي الحرام أو علي الطلاق، ما موقف الشريعة في نظركم من هذه العبارة؟ هذا حرام. إذا كان لك زوجة وقلت علي الطلاق فإنها تطلق بذلك، لأن الطلاق لا ينظر فيه إلى النية، وإنما اللفظ الطلاق إذا تلفظت به لزم، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة جدهن جد وهزله النجد، الطلاق والعتق والرجعة. ولو كان هازلا يقع منه، أو كان لاعبا أو مازحا يا
يقع منه الطلاق إذا تلفظ به، فاحفظ لسانك عن الطلاق. وأما التحريم إذا كنت تقصد تحريم زوجتك فإنه يكون ظهارا، عليك كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تجد تطعم 60 مسكينا. الأمر ليس بالسهل، احفظ لسانك عن هذه الألفاظ. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل شوقي يقول بأنه مغترب للعمل في المملكة العربية السعودية لمدة عامين، وقد خطب من إحدى الأسر وعقد على الزوجة وسافر للعمل لمدة سنتين. الغياب في هذه السنتين عن زوجته ما حكمه؟ إذا كان لطلب الرزق هو محتاج إلى ذلك فلا بأس، لكن العقد باقي وهي زوجته بموجب العقد، وإن تأخر الدخول فهي زوجته. نعم. السائلة بأنها نذرت بأن تصوم 10 أيام متواصلة، وفي اليوم السابع تقول أجبرني زوجي على الإفطار فأفطرت، ماذا أفعل؟ لا يجوز لزوجك أن يجبرك على الإفطار، ولا يجوز لك أن تفطري، لأن هذا صوم واجب، ومن دخل في صوم واجب يحرم قطعه، إنما هذا في صوم التطوع. أما صوم الواجب فمن دخل فيه يلزمه إكماله وإتمامه، فهو أخطأ في هذا وانقطع التتابع، فلا بد من إعادة الأيام من جديد. نعم. هذه الأخت يا شيخ تقول بأنها مصابة بوسواس الطهارة، وسؤالها تقول هل إذا جهلنا نجاسة المكان أو الثوب هل صلاتنا صحيحة؟ الأصل الطهارة في الثوب وفي البقعة وفي البدان، الأصل الطهارة إلا إذا تيقنت حصول النجاسة، فإنه يتنجس المكان الذي أو البدن أو البقعة التي أصابتها النجاسة، تغسلها بالماء الحمد لله تزول النجاسة، أما مجرد الشك أو الأوهام فهذه لا يلتفت إليها، لأن الأصل هو الطهارة في المكان وفي البدن وفي الثوب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل ويقول فضيلة الشيخ ما مدى صحة حديث بأنه شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم في صغره؟ نعم، الحديث صحيح، وهذا من المعجزات، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه تهيئة لبعثته ورسالته عليه الصلاة والسلام لتطهير قلبه وغسله، وهذا تولته الملائكة، تولته الملائكة، هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت تسأل عن التزين والتطيب بالنسبة للمرأة في المناسبات الخاصة بالنساء فقط. لا تتزين عند الخروج من بيتها، لا تتزين ولا تتطيب حتى للمسجد، ما تتزين ولا تتطيب إذا خرجت إلى المسجد، فكيف إذا خرجت إلى غيره؟ فتخرج متسترة متجنبة للطيب، متجنبة للتبرج، هذا الواجب على المسلمة. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ يوجد في بعض البلدان في العالم وخصوصا في البلدان النائية لم تصل إليهم الدعوة المحمدية ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما موقف هؤلاء فضيلة الشيخ بارك الله فيكم؟ وصلت إليهم عن طريق وسائل الإعلام وطريق الأسفار السريعة والمراكب السريعة الجوية والبحرية والبرية، أما بقي في الأرض مكان لم تصل إليه الدعوة. المسلمون انتشروا أيضا في أقطار الأرض، وما من بلد إلا وفيه مسلمون أو مركز إسلامي، وصل الإسلام فلط العالم حتى صار كما يقولون كالقرية الصغيرة، ليس لأحد عذر الآن لأنه لم يعرف الإسلام ولم يبلغه الإسلام. نعم. يقول هذا السائل حدثونا يا شيخ حفظكم الله عن خطر الرشوة على الفرد والمجتمع والأسباب المترتبة على هذه مأجورين. الرشوة هي المال الذي يدفع للمسؤول من أجل إنجاز المعاملات التي عنده، أو تقديم بعض الناس على بعض، أو من أجل أخذ حقوق الناس وإعطائها للراشي، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، والراشي هو الذي يدفع الرشوة للمسؤول، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش هو الذي يسعى بينهما، والرشوة هي السحت،
سماها الله سحتا، قال عن اليهود أكالون للسحت، يعني الرشوة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل ويقول: ما واجبنا تجاه أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم وعن أمهات المؤمنين جميعا؟ واجبنا نحو الصحابة عموما توقيرهم واحترامهم والدعاء لهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يجوز مسبة الصحابة أو أحدا من الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو تصدق الصحابي بمد من الطعام أو نصف المد لم يصل إليه من تصدق بمثل جبل أحد من الذهب، وهذا لفضلهم وشرفهم مكانتهم عند الله عز وجل. ولا يبغض الصحابة أو يسبهم إلا منافق والعياذ بالله، ما يبغضهم مؤمن، إنما يبغضهم المنافقون والكفار والمشركون. فلهم حق على الأمة لأنهم صحابة رسول الله، وهم الذين جاهدوا مع الرسول وتعلموا من الرسول وبلغوا هذا الدين لمن جاء بعدهم، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أمهات المؤمنين فلهن القدر الأكبر من التكريم والتبجيل، لأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، توقيرهن من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين. كيف تتنقص أمك وتعيب أمك؟ هي حقها أكبر من حق أمك من النسب، لأنها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهاتهم يعني في القدر والمكانة لا في النسب. فلهن قدر، توقيرهن من توقير الرسول صلى الله عليه وسلم، احترامهن من احترام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة بأنها صامت يوم التاسع من شهر محرم وقبيل الغروب جاءها حالة استفراغ فأفطرت وصامت يوم العاشر أيضا، هل تقضي هذا اليوم أو صيامها صحيح؟ صيامها صحيح، والاستفراغ إذا كان باختيارها هي التي تسببت بالاستفراغ فإنه يبطل صيامها. أما إذا كان الاستفراغ غلبها وبدون اختيارها فصيامها صحيح ولا يؤثر عليها الاستفراغ القهري. وما دامت صامت اليوم العاشر فقد فعلت السنة، إذا فاتها اليوم العاشر تصوم اليوم الحادي عشر مع العاشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله، وفي رواية: أو يوما بعده. نعم. وما دام أنه فات الوقت وقد صامت العاشر فإنه يكفي. نعم. ولا تقضي بعد ذلك، سنة فات وقتها. نعم. هذه رسالة وصلت بالفاكس من سائل يقول: يدعي بعض أصحاب الرقى أو الرقية بأنهم يتعاملون مع الجن المسلمين، هل يصح أن نذهب إليهم ونأخذ منهم هذه الرقية؟ هؤلاء مشعوذون الذين يزعمون هذا الزعم وأنهم يتصلون بالجن، وأنهم هذا كله من التدجيل والكذب، ولا يذهب إليهم، لا يجوز الذهاب إليهم لأنهم مشعوذون. نعم. هذا يسأل يا شيخ عن التسبيح بالمسبحة وخاتم التسبيح، القصد منه إحصاء عدد التسبيح. تسبيح بالمسبحة إذا كان القصد منه إحصاء عدد التسبيحات لا بأس به، كما يسبح بالأصابع أو يسبح بالحصى، إذا كان هذا هو القصد ولا يعتقد أن السبحة فيها فضل فلا بأس بذلك. وأما الخاتم الذي يقولون أنه يحصي على عدد التسبيحات فهذا لا يجوز استعماله، لأنه أمر محدث، وقد صدرت فيه فتوى من اللجنة الدائمة في منع استعماله. نعم. يسأل ويقول: ما المقصود بالبدعة وما ضابطها؟ البدعة هي العبادة التي يتقرب بها فاعلها إلى الله وهي ليس لها دليل من الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. هذا سائل يقول بأن أسناني تعبانة يطلع منها دم، ويكون هذا الدم أحيانا مستمر فأبلع الريق وأحيانا لا أبلعه، إذا كنت صائم ما الحكم في ذلك؟ لا تتعمد بلعه، أما إذا ذهب من غير تعمد فلا يضرك سواء كنت صائما أو غير صائم، لأنه بغير اختيارك.
نعم. تقول السائلة عن تسوية الشعر مثل الكعكع لكي أقوم برفعه من الرقبة حتى مؤخرة الرأس. هذا لا يجوز، هذا يجعل الرأس ضخما كأنه رأس آخر وراء رأسها، وهذا ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، قال رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، أنت إذا نظرت إليها ترى أن لها رأسين، رأس مخلوق ورأس مصطنع والعياذ بالله. علي النساء أن يتقين الله من هذا العمل وأن يرسلن الشعر، يرسلنه ولا يرفعنه ويعقدنه حتى يكون له حجم ويكون له بروز كأنه رأس آخر وراءها. هذه ظاهرة ظهرت في النساء مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في وصف النساء التي يأتين في آخر الزمان كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، والبخت هي الإبل التي لها سنامان وتوجد في الماء البخاتي قال توجد في المشرق. نعم. أحسن الله إليكم. السائل خلف يقول ما هو الخوف المحمود والخوف المذموم، وإذا كان الإنسان عنده خوف زائد من كل شيء؟ الخوف المحمود هو الذي يحمل على التوبة والاستغفار والعمل الصالح، هذا هو الخوف المحمود. أما الخوف الذي يقنط من رحمة الله واليأس من روح الله هذا هو المذموم. قال الله جل وعلا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، كما حكاه الله عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. الله جل وعلا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالقنوط حرام وعليه وعيد شديد، كما أن الرجاء الذي ليس معه عمل يعني ترجو ولا تعمل هذا أيضا مذموم، لا بد من الرجاء والعمل الصالح. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، لا بد من هذه الأمور ومعرفتها ومعرفة حدودها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عبد الله يقول شيخ أريد أن أحصل على تمويل شخصي من أحد المصارف وذلك عن طريق شراء سيارة من هذا المصرف ثم أقوم ببيعها ثم أقسم المبلغ بيني وبين أخي ويكون تسديد الأقساط بيني وبين أخي بالتساوي، هل هذا جائز؟ هذا جائز بشروط. الشرط الأول أن تكون السلعة موجودة عند البايع البنك أو غيره، تكون موجودة وفي ملكه ثم تشتريها منه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا اشتريتها منه فلا بد أن تقبضها، وقبضها بنقلها من مكان البائع إلى مكان آخر. الشرط الثالث أن لا تبيعها على الدائن بل تبيعها على غيره، وهذه ما تسمى مسألة التورق. فإذا حصلت على هذا المال من طريق التورق الصحيح فلا بأس أن تقرض أخاك منه، تقرضه قرضا حسنا من غير أن تأخذ عليه زيادة. نعم. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.